صار شيء راح تقولي صح؟ لا أنا راح أنام، ما تخافيش شو مالك؟ شوفي مش شيء، راح أنام وأنت اللي راح تيجي تصحيني أصلاً. حتى هم بدهم يعطوني مسكن عشان يقدر نايم من هون للصبح، فبتجيبي لي ريوك. رح أقول لحالك وايد يلا بدي أنام. يلا أول ما توصلي بس ابعتيلي مسج أو احكي معي وسوقي شوي شوي وبتنامي بكرة الصبح وتجيبي لي ريوق. يلا يلا فيش شيء، يلا شيلي هدول، يلا يلا فيش كلام، يلا عشان يلا بكره الصبح بدي افطر. يلا فيش شي، شوفي يلا اذا في شي رح تكلمني. ها بحكيك يا حبك بموت فيك. يلا تحبني؟ يس سونيا. نعم نعم يلا باي. يلا يروح يلا يلا بدي انام.